تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية، اجتمع أعضاء لجنة التمكين الاقتصادي بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرفة عمليات حياة كريمة لمناقشة خطة التحالف الوطني لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، وذلك أحد أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها التحالف الوطني بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا وتزويدهم بفرص عمل بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية. وقد تم تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ مبلغ يصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري في صورة مشروعات متنوعة تستهدف قطاع كبير من المواطنين في جميع المحافظات المصرية. وقد تم بالفعل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري تسليم عدد 150 مشروع متكامل ومرخص لعدد من ذوي الهمم، وبصدد تسليم 1000 من المشروعات الأخرى مستهدفين بها المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا في باقي محافظات الجمهورية. وبناء على التكليفات الأخيرة للرئيس للمجتمع المدني، تم الاتفاق على التركيز في توفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادي ترتبط بملف الاستثمار في التنمية الحيوانية بغرض تحسين السلالات وتعظيم الإنتاجية في محاولة لزيادة العائد الاقتصادي، وأيضا بغرض التحسين الوراثي للسلالات المصرية وبالتالي زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي على المدى البعيد.